بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين وعليه نتوكل، ومنه دوما وابدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الاعزاء، ينطلق شوطنا الاول، اشواط الاضافه للابكار. المسافه المقرره من اللجنه المنظمه هي 1500 متر. اسير مباشره الى مقدمه الشوط، الى صاحب الصداره، صاحبه الصداره وصاحبه المقدمه الشانيه شلويح بن حمد العامري. من يتابع هذا الشعار؟ من يتابع هذا الابداع؟ من يتابع هذا التألق والامتاع؟ المركز الثاني لاحظ الوصول والقدوم من الشاهنية، سعيد بن سالم الدرعي من يقدم الشاهنية. والمركز الثالث لاحظ الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الشاهنية، مبارك بن محمد بن فالح الشامسي. والمركز الرابع اللي غيرت في هذه اللحظات، اللي انتقلت إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، الله شواهين، سالم بن سهيل بن دليل العامري. لكن نتابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الشاهنية، حمد بن دليلة بن الويع العامري. الله، يا هذا الأسماء، يا هذا التحدي، يا هذا الرقص الرائع. لكن أعود مع البداية، أعود مع الصدارة، أعود مع الشاهنية اللي غيرت المسار وانتقلت إلى المركز الأول. الله، يا شاهنية، حمد بن دليلة بن الويع العامري يقدم الشاهنية. الله الله الله، لكن تابع للوصول، تابع المركز الثاني، الاحظ الوصول والقدوم في هذه اللحظات. الله، الشاهنيه شليويح بن حمد العامري. والمركز الثالث اللي وصلت الشاهنيه، سيب بن الدحبه بالزفنه العفاري. لكن اعود مع البدايه، اعود مع الصداره، اعود مع الشاهنيه، حمد بن دليله العامري راح بالسلامه، راح بالفوز. لكن تابع الوصول، تابع القدوم في هذه اللحظات من المتحده، سهيل بن ابن الرملي العامري. لكن خلاص راحت بالفوز والانتصار الشاهنية، حمد بن دليل بن الويع العامري. فتهاني له على هذا الفوز والانتصار. بينما اللي حلت على المركز الثاني في هذه اللحظات بن الرملي 22 المتحدة سهيل بن الرملي العامري. والمركز الثالث سالم بن كرامة. فتهانينا على هذا الفوز والانتصار. نعود بالتوقيت 2:12 ثانية و5 من الأجزاء. فتهانينا على هذا الفوز والانتصار.